احنا اليوم نحتفل بالعيد العيد الوطني عيد الاستقلال العراقي، يمثل هو دخول العراق عصبة الأمم الدولة 57، حين كانت الدول الأخرى ما دخلت الأمم المتحدة. فيوم 3/10/1932 دخل العراق عصبة الأمم واعتبرت الدولة 57، واحنا اليوم هنا موجودين بقاعة علي الوردي بالمركز الثقافي البغدادي نحتفل بهذا العيد، والدولة أقرتها، يعني من فرحنا فرح كبير الباحة أعلنت وسائل الإعلام أنه يوم 3/10 صار هو العيد الوطني. نقيم اليوم محاضرة بمناسبة ذكرى الاستقلال العراق 89 لدخول عصبة الأمم عام 1932 الدولة 57 من ضمن دول مجموعة دول عصبة الأمم. وقد كافح نوري باشا السعيد لمدة سنتين بسلسلة من اللقاءات مع القوى مع الحكومة البريطانية ودخول وخروج وذهاب في خلال وزارته إلى أن أقر هذا اليوم أن يدخل العراق فيه، وألقى بعده الملك المرحوم فيصل الأول وهو المؤسس لهذه الدولة ومن الآباء المؤسسين مع نوري باشا السعيد وبقية الضباط والقادة العسكريين والسياسيين اللي موجودين في البلاد، فرحوا بهذا اليوم فرحا كثيرا. أصبح العراق حينذاك بلدا مستقلا وتحكمه ملك وحكومة ووزراء، وأصبحت الدولة ممكن أن نقول أنها أخذت طريقها ووضعت على السكة الصحيحة ليستمر البلد بالطريق الصحيح. حينها الوطنيين أخذوا على عاتقهم أن يكون لهم دور، والدور المهم لوطني العراق حينذاك.